كده ما شاء الله. يا جماعة المجموعة ديت للبيع حوالي 8 تكواز وأربع زغاليل، والسلافات مش للبيع. تمام، دي ما شاء الله. أول حاجة هما قص هزازات ما شاء الله مرسوم ورقة قلم، شايف بتاع مخها ازاي ما شاء الله. تحتهم بيض، تحتهم بيض ما شاء الله اهوت، وحاجة زي الفل. بس أنا عشان أبيعهم مرضيتش أحضر البيض. تمام يا جماعة، أي حاجة المية قدامكم اهيت، والأكل أهو. الأكل الرجالة عامل ازاي عشان محدش يقول ده أنت ممكن تكون إيه، حط أكل وحش ومية وحش، والمكان ده لسه منضفه من امبارح ما شاء الله. في تحت كمان قص هنبري شوافة، مستوى ممتاز جدا جدا جدا، وتحتهم بيض والبيض معمر ما شاء الله. القص حاجة ممتازة جدا جدا، ذكر عظم الصوافة اهوت، وبرده تحتهم نظيف الحمد لله، مفهومش زرق، والأكل بتاعهم اهو وميتهم نظيفة اهيت، مفهومش أي حاجة ما شاء الله. تحت خالص قص كشك، كشك بنادي سمرة ما شاء الله. انتوا طبعا المستوى واضح قدام عينيكم، ذكر ورا ونساء قدام، وتحتهم نشرة عشان بيحضروا عيش اهوت، وبرده أكلهم ما شاء الله حاجة متميزة اهو. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. سيسمون برضه اهوت، قص اسكندروني كاري، او كاري اسكندروني او اسكندروني وخلاص، على حسب ما الناس بقى متعودة في البلد بتقول عليه ايه. النتاية ما شاء الله باضت، وحضنت البيض بتاعها، ومحضرة عيش حاليا يعني في بالظبط 4 ايام والبيض تاني ما شاء الله، يعني حاجة نضيفة جدا. تمام، هنا قص دواجن جان أردن، مستويات قوية جدا جدا، وبيفرقوا أبطال، واللي تاي أول عيش هي المرة اللي فاتت بيفرقوا أبطال، والعيش اللي فات ده طلع منه زغلول البطل اللي واخد المستوى التالت على أسوار ما شاء الله، حاجة تقيلة جدا. ها قشط كشك قشط بندق ما شاء الله، اللي تاي بيض البيضة التانية النهاردة، وتحتها بيضة واحدة. تحت قص شقلباز اكول مع زغلول، بيلحم على 13 يوم مع زغلول جوه، عمره لسه 25 يوم ولسه بيصوصو، ومعاه هنا زغلول اهوت مفطوم اهو لسه بدأ ينفطم اهو ما شاء الله، حاجة هي نضيفة. في النهاية محضر عيش، ها تحت خالص قص مساويت، هو القص ده انا اشتريته من السوق، هو اشتغلش عندي لسه، بس انا متأكد ان هما انتهيتين مش ذكروا انتهي. تمام، انا هنا قص هزاز بيول بيلحم على 14 يوم، معاه جوه زغاليل ومعاه بيض متحضن، والزغاليل ما شاء الله لسه يا دوبك بيصوصو، ومعاه قص البيض بتاعه متحضن، وما شاء الله بيحضر عيش تاني. تحت قص هزازات بولندي هزازات، حاجة محترمة جدا جدا يعني، والأكل بتاعهم هو شربوه متنوع.